السلام عليكم، مرحبا بكم في ثانوية هذا الرسول. اليوم عندنا فقرة جاوب الضغط بأحد الطلبة. تعالوا أنا أسأل أحد الطلبة. نلتقي بأحد الطلبة. السلام عليكم. عليكم السلام. اليوم عندنا فقرة جاوب الضغط. طبعا سؤالنا هو شيء هي تملكه أنت والناس تستخدمه وأسمي فما هو؟ السؤال ما عليه قبل. تبع لك مرة هو بحط أنا بالدازة. طبعاً. وصلنا لنهاية فقرة هذا اليوم، انتظرونا فقرة جاية مع السلامة.